احنا نعرف بعض؟ لدغ النحل اهون كتير من لدغ البني ادمين. كلنا كنا فاكرين اننا بنخدم الوطن. اللي سرق سرق واللي نهب نهب. هذا هو الجهاد في سبيل الله بالمال. لما اكتشفت اني حمار حكمت نفسي، ولو كل الحمير اللي في بلدي عملوا زيي هينشال من على كتفها هم تقيل قوي. التوبة لها عايزة مقعد ولا واسطة ولا إجراءات. ربنا ما بيحبش الواسطة، اللي عايز ربنا منه له عدل على طول. حتى اللي عذبوا الناس في السجون كانوا فاكرين انهم بيخدموا الوطن. مصلحة البلد أهم بكتير من الاحترام. شجرة العصافير. لأن الحمار بس هو اللي يصدق إن الوطن ممكن يستفيد من العمليات القذرة. أحياناً مصلحة الوطن بتحتاج عمليات فدائية وتضحيات. سيادتك متلف عملية مستعجلة. موت الزمار. إيه الأدب ده كله؟ والستات تلبس أفرارات ليه؟ ما عندنا الرجالة من غير عدد. بس الحرامية أسرع ناس يتلموا على بعض. أنت ست قليلة الأدب. وخدي بالك إن بلدنا بتهتم برصد السيئات والخطايا وتحافظ عليها جوه خزائن حديد. دي اخترقت الدولة الجديدة. والدعوة تلقى القبول والرضا من الجميع. حرب المعلومات هي الأخطر دايما يا مدام سلوى، لأنها ممكن تقوم حرب وتاني حرب. يبقى قوي إن أعيش عمري كله حمار. اتولدت بني آدم ولازم أموت بني آدم.